السمبوسك لذيذ قوي، وهنعمله بالتمر وبالجبنه. عايزين عجينه سمبوسك عاديه خالص، الحشوه بتاعتنا هي تمر وجبنه كريمي وزيت للقلي، وعايزين دقيق وميه علشان نقفل السمبوسك، وعايزين سكر وقرفه. هنعمل ايه؟ شوفوا شوفوا بقى، ركزوا معايا. دي عندنا هنا السمبوسك بتاعتنا. نعم. يلا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنقطع السمبوسك، بس شوفوا هنقطعها ازاي بالورب. فشوفوا من هنا كده، هنمشي كده 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 لغاية هنا. فاحنا كده بصوا قطعناها ازاي بالشكل ده. تمام. هناخد دلوقتي التمر اللي عندنا، طبعا مش هنقطعه كبير لان اوريدي هي حتة صغننة، احنا عاملينها ميني تبقى لذيذة كده ودمها خفيف وصغننة. ادي كده التمرة بتاعتنا. هناخد حتة جبنة، يعني التمرة ممكن نحط حتتين تمر كده هنا، وهنحط معاهم حتة جبنة، وهنلف الكلام ده كله كأنه كرواسون، بيطلع شكلها زي كرواسون. بصوا شوية مية ودقيق اهم كده وكده. تمام اهي، بصوا اهي ده بيكون شكلها. تعالوا نعمل واحدة تانية. دي بقى هنعمل فيها ايه؟ بناخدها بنحطها في الزيت بنقليها اهي. بصوا بنحط كده هنا حتة تمر وحتة من الجبنة، نعمل دي اكبر شوية، وحتة جبنة، وهنلفها. اول ما بتطلع من القلي على طول وهي سخنة بروح مدحرجاها في السكر والقرفة. بصوا اهي كده اهي. تعالوا ناخد دول وعالزيت وبس يطلعوا يا حبايبي زي ما اتفقنا. بنكون عاملين بره خليط سكر وقرفة، هنقلب السكر والقرفة مع بعض. تمام كده. اهم حاجة انه اول ما تطلع من الزيت نحطها على طول في السكر والقرفة، لان لو استنينا عليها شوية مش السكر والقرفة مش هيمسك في السمبوسك بتاعتنا. طلعنا السمبوسك بتاعتنا بعد ما بقى لونها ذهبي وجميل، وبناخدها على طول ندحرجها دحرجة كاملة متكاملة في السكر والقرفة. بصوا على طول بقى تمسك، لو عملتوا الحركة دي بعد ما تبرد ولا هتمسك ولا أي حاجة. بصوا الجمال، شايفين من جوه بقى التمر والجبنة والحاجات الجميلة بتاعتنا.